بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرافه في الدارين، آمين. الباب 34 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. يعني دي أدلة على الزيادة والنقصان من القرآن، جاء بها في مقدمة الباب. وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال يكون قبله نقصان، فدل على أن هناك زيادة ونقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 44، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا هشام الودستوائي، قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. طبعا لا إله إلا الله بعنوان الشهادتين، لا يكتفى بلا إله إلا الله، كأن عنوان الشهادتين، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول، يبقى دي عنوان الشهادتين. زي ما قلنا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في اول الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني الفتح، يبقى دي الحمد لله رب العالمين بعنوان الفتح، لا اله الا الله بعنوان الشهادتين، يبقى ايه؟ يكتفي للعلم بالايه؟ بالمسكوت عنه، لانه بالاجماع من قال لا اله الا الله ولم يشهد للانبياء بالرسالة برضه لا يقبل ايمان. لابد الايمان بالله وبالرسل، لان ان الذين يفرقون بين الله ورسله ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويجعلون ويتخذون بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. يبقى ما ينفعش لا اله الا الله عشان الايه قالت كده، الحديث قال كده، يبقى معناه نكتفي به، لا، لانها عنوان الشهادتين. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني هو محمد رسول الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار، والمقصود بالنار هنا الألف واللام، هنا النار المعهودة للموحدين، العصاة الموحدين، لأن في نار للكفار، دي نار مخلدين فيها، دي محدش بيخرج منها، يبقى طالما هيخرج يبقى دي نار تانية، نار الترقية والتنقيه وليست نار التعذيب. ليه؟ لأن الكافر لا يخرج. قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. والخير هنا هو الإيمان يعني. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، يعني الدليل أن الشعيرة أكبر من البرة، والبرة أكبر من الذرة، يبقى دليل أن الإيمان يزيد وينقص. والبرة اللي هي القمح، حبة القمح. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والذرة دي اللي في لغة النبي ولغة العرب صلى الله عليه وسلم، مش المقصود بها الذرة بتاعت علماء الطبيعة،
الذرة هنا يعني زي حاجة كده أقل من الـ عارف أنت الغبار، لما تشوف التراب كده في طاقة فيها ضوء تلاقي فيه حاجات، أهلية العرب يسموها ذرة، يعني حاجة ضئيلة أوي، بخلاف الذرة بقى بتاع إيه علماء الطبيعة اللي هو زي إيه أينشتاين ولا أحمد زويل رحمه الله، الناس دول الذرة بتاعتهم مختلفة شوية عن إيه الذرة، وإن كان أيضا يشملها لأن هي إيه أصغر شيء، وطلع في الآخر إن الذرة دي برضه مش أصغر شيء، ده في أصغر منها وقابلة للقسمة، عشان كده إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضو إيه أو أصغر من ذلك أو لا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، دليل إن هي في أصغر منها وفي أكبر منها، مش كده برضو؟ لكن على أي حال هنا بيتفاوت الناس في الإيمان، هو حتى اللي دخلوا النار ففي إيمان أكبر من إيمان وهكذا، وبالتالي اللي إيمانه أكتر يخرج قبل اللي إيمانه أقل، فاللي عنده ذرة من إيمان وزن شعيرة يخرج قبل اللي عنده وزن برة، واللي عنده وزن برة يخرج قبل اللي عنده وزن ذرة. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. يبقى الرواية في رواية تانية بإسناد تاني من وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان مكان كلمة خير إيمان في الرواية التانية. يبقى الخير هنا هو معنى الإيمان، لأن في رواية من خير وفي رواية من إيمان. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن الصباح، تلاقي يكتب لك على طول سمع، وانت بتقرا تقول انه سمع، يبقى في القراءة ما تقولش انت سمع، تقول انه سمع، وانها مش مكتوبة كلمة انه دي مش مكتوبة، لانما اختصارا لا يكتبوها اختصارا، لكن عند القراءة تقولها، زي برضو قبل كل ما اخبرنا وحدثنا تقول قال، وهو مش كاتب قال، ليه؟ لان هو بيختصر، يبقى القراءة حاجة والكتابة حاجة. قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عوف قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين. يبقى عرفنا أن الحوار ده تم في إيه خلافة سيدنا عمر، لأنه قال له يا أمير المؤمنين. قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة. ده احنا مش اتخذناه عيد، ده اتخذناه عيد اسبوعي وعيد سنوي، اليوم جايين يعدلوا علينا، لا ده احنا عاملينها بقى عيدين، عيد اسبوعي كل جمعة عيد، كل يوم جمعة عيد وتتكرر كل اسبوع. ولما اجتمعت مع عرفة كمان، لان كانت وقفة عرفة في حجة الوداع ايه كانت يوم جمعة، فبقى يوم عرفة برضه، لان ليلته ليلة عيد، مش كده برضه؟ لأن يوم عرفة ليلته تيجي بعده، كل الأيام ليلتها تيجي قبلها إلا يوم عرفة ليلته تيجي بعده، لأن الليلة اللي جاية بعدها هي ليلة يوم النحر حكمها حكم عرفة، يعني اللي يقف في ليلة النحر يبقى أدرك عرفة، فهمت بقى إزاي؟ فبتنسحب حكم يوم عرفة على ليلة النحر اللي بعده، شفت بقى إزاي؟ ودي برضه إيه من نوادر الزمان، إن كل يوم ليلته قبليه إلا عرفة ليلته تيجي بعده من حيث الحكمة، فهمت إزاي؟ لأنه اللي يدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر محرم ناوي الحج انعقد حجه وصح حجه، يبقى إحنا مش خدناها عيد واحد، سيدنا عمر يقول له عيد واحد، ده عندنا عيد أسبوعي وعيد سنوي، فهمت بقى؟
يعني لا سبيل لليهود ان يعدلوا لنا على ديننا، يعني ديننا كامل جاهز، مش مستنيين واحد بقى يهودي يجي يعدل لنا عليه. وعنه به قال: باب الزكاة من الإسلام. يعني هو عايز يقول لك في الأبواب دي كلها إن أعمال الإسلام كلها تعتبر من الإيمان، جزء من الإيمان. باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ذلك كل ما سبق ذكره، الصلاة والزكاة وعبادة الله وعدم الشرك به والإخلاص له، كل ده ذلك، يعني كل مجموع ذلك هو ده الدين. وذلك دين القيم. وعنه به قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس اللي هو ابن أخت الإمام مالك، قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه. أبو عمه يبقى جد الإمام مالك، يعني الإمام مالك هنا، يعني دي رواية الأقارب بعضهم عن بعض، يعني ابن الأخت يروي عن خالي، وخالي يروي عن عمه، وعمه يروي عن إيه؟ عن أبيه، يعني رواية أقارب كده. عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول، وطلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول: جاء رجل إلى رسول الله، اللي هو مات فين؟ مات في غزوة الجمل أو في واقعة الجمل، بعد ما إيه؟ تراجع عن قتال سيدنا علي، لأنه راجعوا سيدنا علي، راجع الزبير وطلحة، فتراجعوا، عرفوا إن هم إيه؟ يعني في خروجهم لسيدنا علي كانوا مخطئين، فتراجعوا ادوا ظهرهم ومشي. اللي عايزين بقى يقلبوا الدنيا قتلوهم من ظهرهم، فماتوا ايه؟ مقتولين وهم معرضين عن قتال سيدنا علي. انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهل نجد ثائر الراس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. بيسأل عن الإسلام فدله على العمل، خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، ردا على الأحناف الذين قالوا أن الوتر إيه؟ واجب. خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. في رواية في زيادة لفظ وأبيه، لكن لفظ وأبيه الزيادة دي مش متفق على صحتها، وإن كانت موجودة في مسلم، ويبدو أنها من زيادة عطاء. أفلح وأبيه إن صدق. لكن على أي حال، الواو هنا واو القسم، ولا يقصد بها حقيقة القسم. لا يقصد بها حقيقة القسم، يقصد بها تأكيد الكلام وليس حقيقة القسم. ما نقولش النبي إيه أقسم بالأب، لا. يبقى إيه؟ أحيانا يأتي الإنسان بلفظ القسم ولا يقصد به حقيقة القسم، زي المصريين كده يقول لك والنبي، طول النهار يقول لك والنبي اتأخر شوية، والنبي خدني مش عارف، والنبي مش عارف، والنبي ما تنساش تبقى تزورني، والنبي
ما يقصدش حقيقة القسم، لكن هو بيحب يذكر النبي، واخد بالك ازاي؟ لان ذكر النبي على اللسان بيبقى فيه بركة، وتربينا على كده، يطلع لك العيال التانية التافهة، يطلع ان كل اللي بيقول ده كده شرك بالله، فهمت ازاي؟ يبقى ده مش فاهم، لان دي مش مقصود بيها حقيقة القسم، ده دي تأكيد الكلام بس وتحليته. احيانا الواحد يأكل الكلام ويحلي، يبقى الكلام حلو جميل ده، لان بذكر النبي بيحلو الكلام، فهمت؟ ولا انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق. باب اتباع الجنائز من الايمان. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره. الحسن ومحمد الاثنين تابعين، الحسن البصري ومحمد بن سيرين. الحسن البصري ومحمد بن سيرين دول تابعين اثنين عن ابي هريره، بيروا الاثنين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، يعني ثواب في الجنة. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يبقى قيراط لإيه؟ للصلاة، وقيراط لإيه؟ للدفن، الوقوف على الدفن. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يبقى اتباع الجنائز سنة نبوية عظيمة وعبادة عظيمة، وهي من حق المسلم، على المسلم أن يتبعه في جنازته وأن يصلي عليه، وعندها أجرها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قيراطان للصلاة واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنه. فإن اكتفيت بأحدهما يرجع بقيراط واحد. لما سمع الحديث ده سيدنا عبد الله بن عمر قال إيه؟ فرطنا بقراريط كثيرة. ما كانش يعرف الثواب العظيم ده. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفي روايات ثانية غير البخاري مكذبة. يبقى في مكذبة ومكذبة، يعني مكذبا من غيري ومكذبا لنفسي، متهما نفسي بكمال بعدم كمال السر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أنت ممكن تقول أنا صليت الفجر صلاة جميلة في أول الوقت، وأن تيجي تراجع نفسك، هل اديت لصلاتي دي الخشوع الحق؟ هل كنت فيها في كمال الحضور وكمال الإقبال على الله؟ وبتبتدي بقى إيه؟ تقول الظاهر إن أنا يعني ما عملتهاش حق صح كويس. تقوم إيه؟ يبتدي لما يعرض قوله على عمله ويوزن عمله يلاقيه مش بنفس المستوى اللي يليق بجلال المعبود سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. إنه إيه يعني؟ يكون قوله أكثر من عمله شوية. كبر أكثر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لأن ساعات الواحد يبقى قوله أكبر من عمله شوية. كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن اللي هو الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن، اللي هو النفاق يعني، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة
لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف أين هنا ويذكر صيغة إيه؟ تمريض تضعيف عن الحسن البصري، مع إنه صحيح خبر الحسن البصري ده صحيح مش ضعيف، اللي هو بيقول فيه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، لأن أحيانا يأتي بصيغة التمريض إذا أورد الخبر بالمعنى وليس باللفظ يبقى صحيح، لكنه لأنه أورده بالمعنى فيجيبه بصيغة التمريض، يبقى ليس كل صيغة التمريض في صحيح البخاري معناه إن الخبر اللي جاي ده ضعيف، لا، إما لم يصح على شرطه أو صح وأورده بمعناه. فهمت إزاي؟ أو أنه ضعيف، يبقى في ثلاث احتمالات. يبقى ما يجي بصيغة التمريض، يا إما الخبر ده ضعيف أو لم يصح على شرطه، أو صح ولكن أورده بغير لفظه، يعني بمعنى. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وعشان كده إحنا النبي علمنا في دعاء نقوله الصبح وبالليل. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يعني قد يقع الانسان فيما لا يعلم من الشرك الاصغر. فهمت ازاي؟ فتستعيذ بالله من هذا باستمرار. وما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبه لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى طبيعه المؤمن انه خايف على ايمانه لحسن يتفلت منه، وخايف على عمله لحسن ما يكونش ايه صالح للقبول. دي طبيعة المؤمن. انما الانسان اللي هو ايه؟ اللي هو يعني ايمانه ضعيف او ما عندوش ايمان بتاع مظاهر، يعمل العمل ويعني مطمئن خالص انه ما فيش ارض تهدم عليه كده. مبسوط خالص. لكن المؤمن والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم ايه؟ راجعون. يبقى قلبه يبقى وجل وخايف لحسن ربنا ما يقبلوش. دي طبيعة الإيمان كده، إن إيه؟ تبقى باستمرار خائف ألا تقبل. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة. المرجئة دي طائفة كانت ظهرت أيام الإمام البخاري وقبله بشوية، وهم الذين قالوا أن الإيمان لا يضره عمل معصية. يعني طالما الإيمان وقر في قلبك اعمل ما شئت من معاصي لا يضرك شيء. فهمت؟ دول المرجئة. يبقى المرجئة عكس الكرامية. الكرامية قالوا إيه؟ قالوا الإيمان قول بس، مش مهم العمل. طالما أنت قلت أشهد أن محمد رسول الله بالقول كده خلاص مش مهم الإيه؟ العمل. والمرجئة قالوا إيه؟ الإيمان يقر في القلب، اعمل اللي أنت عايزه. واعمل من المعاصي ما شئت. فهمت؟ دول المرجئة. سألت أبا وائل عن المرجئة اللي هم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. قالوا إيه بقى خلاصة المذهب بتوع المرجئة؟ لا يضر مع الإيمان معصية. فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أهو سباب المسلم معصية. إزاي تقول بقى إن إيه؟ إن ما فيش معصية مع الإيمان؟ لدرجة انهم قالوا ما فيش حاجة اسمها فاسق. طالما هو مؤمن مهما يعمل ما تقولش عليه فاسق. فهمت ازاي؟ ده المرجئة قالوا كده. فجاب لهم بقى ايه؟ الامام البخاري ردا عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. فربنا اطلق على فعل المسلم ايه؟ فسوق. دل على انه ايه؟ ممكن يبقى يطلق عليه فاسق. وقتاله كفر. طبعا كفر دون كفر. كفر دون كفر، لأن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم وسموهم مؤمنين، فدل على أنه كفر دون كفر. أو كفر على الحقيقة إن قتله لكونه مسلم. لكونه مسلم. بيقتلوا كده عشان دينه، مش علشان خلاف في الميراث، خلاف أو شتمه أو متغاظ منه أو أي حاجة تانية. لكن لو بيقتلوا علشان مسلم، لكونه مسلم، استحل دمه لكونه مسلم، كفر حقيقة. كفر حقيقي. لكن ايه؟ لا يستحل لكونه مسلم،
لكن قتله لخلاف آخر. يبقى ده كفر دون كفر، كفر عملي، يسموه كفر عملي، وهو من الكبائر، قتل النفس من الكبائر الكبيرة عند الله، نسأل الله أن يسلمنا منه. وعن أبي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى يعني تخاصما. يبقى مسلمين وتخاصموا، فهمت ازاي؟ عايز يستدل لك يعني ان ممكن المؤمن يعمل ايه؟ يعمل المعصية وتضر، لان الضر بالتلاحي ده رفع العلم بقدر ليلة القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت. يعني كأن فعل المعصية يضر، لأن لما تلاحى وتخاصما، النبي كان خارج يقول لهم ليلة القدر امتى؟ فلما تلاحوا ربنا رفع علمها من قلب النبي. بسبب يعني كأن المعصية الخاصة قد تضر العامة. شوف قد إيه؟ معصية خاصة باتنين أهو ضرت العامة. فالإنسان يتقي الله ولا يكون سببا في ضرر نفسه وضرر غيره بمعاصيه. وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى يعني رفع العلم بها، مش رفعت ليلة القدر الثابت خالص، لا رفع العلم بها. وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني إخفاءها عسى أن يكون خيرا لكم. ليه؟ لأن هتجتهدوا في كل الليالي، يبقى هتستفيدوا أكثر. وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس، اللي هي الوتر يعني. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم قال بعد ما أخبره عن الحاجات دي كلها، عن أربع حاجات: الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة الساعة. فقال إيه في الآخر؟ ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. سمى كل الحاجات دي دين، الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة فتن الزمان اللي هي علامات الساعة، هو ده الدين. لابد أن تكون مسلم، يعني قائم بإيه؟ بالأعمال الظاهرة. مؤمن يعني مصدق في قلبك إيه؟ بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر لاعتقاد القلب. والإحسان يعني سالك بإحسان مع الناس، سلوكك مع الناس ومع الخلق ومع الحق يكون بالإحسان. ومع ذلك كله لابد ان تكون عليم بفتن زمانك حتى تتجنبها، اللي هي علامات الساعه. كل الموضوع الاربعه دول هو ده الدين بقى، ما تكتفيش بحاجه دون حاجه. يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، يعني قاعد مع الناس في مكان ظاهر، بارز يبقى قاعد مع الناس في مكان ظاهر. فأتاه جبريل، طبعا هنا في اختصار لأنه في الحديث الثاني في الروايات الثانية جاءه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف أحد منا وليس عليه أثر الصبر، فدي لكن اختصر الإمام البخاري كل ده ودخل في الموضوع على طول. فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ شوفوا ما قالش هنا القدر، يبقى الحديث ده في اختصار، خدت بالك؟ قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وما فيهاش فيه حج البيت، لأنه لم
لم يشرع بعد، أو في الحديث فيه اختصار، يا إما يحتمل الحج لسه لم يشرع بعد، أو أن إيه الحديث فيه اختصار. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واللي شيد معالم الإسلام سموهم فقهاء، واللي شيد معالم الإيمان سموهم علماء أصول الدين أو علماء التوحيد، واللي شيد معالم الإحسان سموه علماء التصوف. يبقى كل من تخصص في جانب إيه طلع منه علم. فالإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة والمعاملات خرج منها علم الفقه اللي هو بقى إيه القائم به الفقهاء، والإيمان اللي هو الاعتقادات الباطنة خرج منه علم الألوهيات والنبوات والسمعيات اللي هو علم التوحيد، علماء التوحيد وعلماء أصول الدين يسموه أصول الدين أو التوحيد. طب والإحسان خرج منه علم التصوف اللي هي المعاملات مع الله بقى، أن ترقب الله في كل أحوالك وأن ترى الله في كل أحوالك اللي هي المراقبة والمشاهدة. مجموع العلوم دي كلها يخرج منه إيه؟ وبعدين علامات الساعة خرج منه علم الاجتماع والتطورات البشرية والفتن والحاجات والملاحم والحاجات دي كلها، دي علوم كلها نشأت من سؤال سيدنا إيه جبريل للرسول الله عشان يبين ويخرج العلم من النبي للناس. ويبدو أن الحديث ده كان في آخر العصر النبوي، يعني قبل وفاة النبي بإيه بفترة قليلة، حديث سيدنا جبريل وسؤالي هذا كأنه يريد أن يبين للأمة اختصار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي ينكر التصوف ينكر مقام الإحسان، يعني بينكر جزء كبير من الدين، فاهم؟ ويجعل الدين أعمال بلا روح. أنت الإحسان أن تعبد الله يعني تطيع الله كأنك تراه، يعني تراقبه في كل الأحوال، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى كأنك تراه قالوا عليه مقام الشهود، فأينما تولوا فثم وجه الله، وحدة الشهود. فإن لم تكن تراه فإنه يراك فراقبه، إن لم تكن ترى هذا المعنى فإيه فراقبه في أحوالك كلها. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وده برضو يدلك على أن الإنسان إذا كان لا يدري شيء يقول لا أدري، وأن قولك لا أدري لا يقلل من مقامك ولا من شأنك. النبي قال لا أدري، ولم يقلل ذلك من شأنه وكونه أعلم الخلق بالله، واخد بالك، وكونه رسول الله. يبقى الإنسان ما يستحيش من كلمة لا أدري، عادي ما تعرفش قول لا أدري، كويس. لا أدري في حد ذاتها علم، كونك تدري أنك لا تدري دي في حد ذاته علم. المصيبة أن تكون ألا تدري وتظن أنك تدري، هي دي المصيبة، يسموه جهل مركب. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها. ودي تمت خلاص، لأن كل ملوك بني أمية وبني العباس وبني عثمان اللي هم الأتراك اللي حكموا المسلمين على مدى قرون كلهم كانوا أبناء إماء، أبناء ملك يمين، معظمهم كانوا أبناء ملك يمين. يعني دليل أن الأمة ولدت مين؟ ولدت سيدة. ما هو كانت الأمة ملك اليمين دي بتولد بنات وصبيان، الصبي يطلع خليفة، والبنت اللي ولدتها الأمة دي سيدتها لأنها بنت سيدة. يعني تمت هذا، والعلامة دي قعدت قرون وانتهت، خلاص مش هنستناها تاني بقى، خلاص دي تمت وانتهينا وخلصنا، وقعدت قرون مستمرة، فاهم؟ يبقى أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، لأن الأمة بتولد ذكور وإناث. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم. ف
في البنيان. اول ناطحات سحاب بنيت فين؟ بنيت في امريكا، واصل امريكا ايه؟ كاوبويز، رعاة بقر ورعاة ابل. فهمت ازاي؟ يعني هم دول. يعني ظهور امريكا علامه من علامات الساعه. ظهور امريكا دي عمرها 250 سنه. واول ناطحه سحاب بنيت كانت في امريكا. تطاولوا في البنيان. فهمت ازاي؟ وهم المجرمين ايه؟ رعاة الافكار، هم اللي دلوقتي اللي بيحملوا رايه الشر في 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 العالم الان. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني إيه الساعة دي؟ من ضمن خمسة لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، اللي هي آخر آية في سورة لقمان. ثم أدبر، أدبر يعني انصرف، فقال ردوه فلم يروا شيئا، لو اختفى دل على أن الملك له القدرة أن يتشكل في الأشكال الشريفة في صورة رجل ثم يختفي بعد ذلك، يعني يعود إلى صورته الملائكية التي لا يرى بالعين فيه. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وده يدلك على أن الملك إذا تشكل في صورة إنسان كانوا الأنبياء السابقين لا يعرفونه إلا إذا عرفهم، والنبي يعرفه من غير ما يعرفه، ودي من خصوصيات النبي. لما جم الملائكة في صورة بشر لسيدنا إبراهيم ما عرفهمش، وإيه؟ قال: قوم منكرون، وراغ إلى آله فجاء بعجل حنيذ. لو كان عرف إن الملائكة ما كانش عمل لهم أكل، لأن الملائكة مش عارف، لأنه ما كانش عارف، صح ولا لأ؟ وسيدنا لوط برضه لما جم الملائكة ليه في صورة إيه؟ شباب كده جميل، ما عرفهمش إنهم الملائكة، وقال: هذا يوم عصيب. يبقى من خصائص نبينا أنه يعلم النبي حيثما يعمل، يعلم الملك حيثما تشكل دون أن يخبره. سيدنا موسى جاءه ملك الموت في سورة إنسان. فهمت إزاي؟ فلطمه لما قال له، لقى إنسان داخل عليه في الحجرة بتاعته. يقول له: أنت عايز إيه؟ قال له: هقبض روحك، يعني جاي تقتلني؟ إداله على وشه. لطم. لطم الصورة البشرية مش الملك. لأنه ما كانش يعرف إنه ملك الموت. بس. تصور أنت قاعد في أوضتك وفي حجرتك وداخل واحد عليك يقول لك إيه؟ أنا جاي أقبض روحك. هتقول لها انا مش هعمل قهوه؟ مش عارف انه ملك الموت، عشان كده لطمه. دل على ان الانبياء السابقين لا يعلم الملك الا في صورته البشريه، لما يجي صورة البشر. فهمت ازاي؟ لكن نبينا لما جاله جبريل في صوره انسان بشر كان يعرفه ان ده جبريل على طول، ما يقولوش انا جبريل ويوري له البطاقه والباسبور، مش محتاج. يبقى دي من خصائص نبينا. قال لمن نبه عليا، ولا الامام السيوطي نبه عليا في الخصائص. المعلومه دي اللي من خصوصياتنا بانه يعلم الملك كيفما تشكل، يعرف انه ملك صلى الله عليه واله وسلم. وباقي الانبياء ما يعرفوش الا اذا عرفوه. قالوا نحن رسل ربك. عرفوه في الاخر. فهمت بقى؟ لما جاء بقى ملك الموت وراح اشتكى ربه وقال: ارسلتني الى رجل لا يحب الموت. قال له: عرفه بنفسك، روح له عرفه بنفسك. مين قال لك انه ما بيحبش الموت؟ روح له عرفه. جاء ملك الموت سيدنا موسى قال له: انا ملك الموت، امراني ربي. قال له: اهلا، يلا وخيرك، حط ايدك كده على ظهر الثور بعدد الشعرات اللي ايدك تغطيها، خد سنين. قال له: بعد كده ايه؟ قال له: بعد كده تموت تاني. قال له: الان. وراح نام وخلاص. يا سيدنا موسى مش مسألة خايف من الموت، لا، ما كانش يعرف انه ملك الموت، بس لما عرف خلاص وراضي بقضاء الله وانتهينا. يزعلوا الامام البخاري عشان اورد هذا الخبر. طب هو الامام البخاري اللي خلى سيدنا موسى يضرب الملك؟ ده بيخبر الخبر كلام قاله النبي. هو الامام البخاري اللي الفه؟ ده كلام قاله النبي. انت كونك مش فاهمه ومش مستسيغه، روح للعلماء يفهموها لك، لكن ما تعترضش.
لان البخاري ما كانش بيقلد، البخاري كان بينقل اخبار بطرق موثوقه. فهمت ازاي؟ سابق يعني هو مش الفها البخاري، فما تعبش البخاري بقى، البخاري ناقل. لكن اشترط في نقله شروط قويه عشان ينقلك الاخبار الصحيحه. بس ادي كل الحكايه. كونك مش قادر تفهم الخبر الصحيح ده ما تنكروش، روح لغيرك يفهمولك. مش تروح لميزو يفهمولك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر فقال ردوه. يبقى النبي بيعلمهم إنه كان ملك، بيقول لهم ردوه شوفوه. فخرجوا ما لقوش حد. قال ده اختفى. قال لهم أصله جبريل. ده جبريل بقى. فاهم؟ فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. يبقى كل السابق ده دين، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة القلبية وحسن العشرة والسلوك القويم مع مراقبة الله مع تجنب الفتن، كل ده الدين. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. باب. وعن ابي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الامام الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. جاب تاني خبر سيدنا، جاب تاني خبر إيه؟ هرقل تاني الجزء ده بس، لأنه من علماء أهل الكتاب، من علماء أهل الكتاب، فاللي قالوا كلام علم وافقه الشرع الشريف، فخارج من عالم. صحيح علمه لم ينفعه ولم يسلم، إلا أنه عنده علم، عرف بهذا العلم أن ده رسول الله وكاد يسلم، إلا أنه فضل الملك على الإسلام. وعشان كده ربنا قال إيه؟ فإن كنت في شك، يعني يا من تشك، وكلام مش موجه للنبي، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اللي هم علماء أهل الكتاب. ونقف على باب فضل من استبرأ لدينه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي امي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي امي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي امي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.